واخا تشوف واخا تكون اي حاجه بغيتي تقول الانسان فراه هو هذا. فاش تقولوا بان باش تقول بان الجمهور ديال الرجاء قاصدينه قاصدينه، قول لي بغيت شوف هي راه ما كايناش ولا تقدر ما تكونش، ولكن بالنسبه لنا كرجاء غتقول لك اه كاينه. علاش كلشي تيلعب بالجمهور؟ علاش كلشي يلقى تيران؟ علاش كلشي الا الرجاء والجمهور ديالو؟ علاش؟ والرجاء ديزا فواحد المشكله، واحد الازمه ماليه اللي هي كبيره اللي بغات تحل بها المشكل. اليوم تنشوف بان تلعب الرجاء بلا جمهور، والرجاء لعب على البطوله هي الاولى وباغات تلعب على المنافس ديالها حتى هو غيلعب، واللي جيت الملاكي وغادي يكون حاضر ليه الجمهور، وانت ما يكونش حاضر لك الجمهور وتلعب في ذاك الجو، ذاك الجو راه باهي ذاك الجو باش تفيق اللاعب، باش اللاعب تكون عنده رغبه لما شافش الجمهور. انا حاجه وحده راه احسن حاجه شوف الله يستر سيدنا تيقول النادير حتى انت كواحد مسؤول خرج ما بغيتكمش ولا المشكل اللي كاين، ما تبقاش تقول لي هذا لا امني هذا خصنا التيرام. علاش ما جمهور ديال الرجاء بوحدو؟ علاش الرجاء تلعب بلا جمهور؟